تبغى الغير مظبوطة علميا وغير مصنعة بس للسوق يلا بيع ونمشي، هاي بتضر الشعر. يعني احنا بدنا اوصي او نحكي لخبراء التجميل وكل كفير وكفيرة في هذا الوطن الجميل، عندما تفتح التيوب الصبغة انت لا، اذا في اسوداد في اللون اسوداد اسوداد، فامسك التيوب هذا خربان كبه ما تحطه على الشعر، مهما حطيته ما راح يعطيك لون، بعطيك لون غير اللون اللي بدك اياه. فانت لازم بعد ما تخلصي او السيد او الكفار او السيد اللي بتصبغ شعرها حطت ربع تيوب صبغة، تيجي نسكره ونغلقه اخوف الهواء يدخل فيه، فاذا دخل الهواء فيه فبصير تالف بتفاعل وما بنحط على الشعر مرة اخرى او بخرب. حتى بالرنسات احنا عارفين الحكي هذا، دائما نقول للصبايا اللي بيشتغلوا عندنا للمساعدين او التيك ويبر، بليز سكر الصبغه، سكر الاكسجين، ما يدخل ماده الاكسجين، اذا دخل الهواء عم بيخرب لها الوضع اكيد حلو. طب مسيو خليل، نحكي لو اجتك صبيه مثلا متالقه اليوم نسرين انت اسم الله عليك كثير لك مسيو خليل، طبعا برجع الفضل لك الله يخليك يا رب. يا مسيو خليل كثير حلو وعاجبني كثير الله يخليك مسيو خليل. نقول هلا لو اجتك صبيه حامل بالاشهر الاولى وبدها تصبغ شعرها، بتنصحها انها تصبغ؟ احنا علميا هيك الأطباء بيحكوا وهيك خبراء التجميل بيحكوا وهي العادة الموجودة عندنا في السوق كافة بين المزينين، بالشهر الأول والثاني والثالث يمنع الصبغة نهائيا. طب شو السبب؟ يمنع. بتعرفي تكونات الجنين لسه بتكون صغيرة، تكونات الست لسه بتكون مش هالقد في حمل وبحام وكذا وقصص من البالغ فيها. أما بعد الشهر الرابع بعد الحركة مباشرة في بطن المرأة، عندما الجنين يتحرك في بطن المرأة تصبغ تعمل لون على عاتق، أنا مسؤول عن الحكي هذا. وقبل الأشهر الولادة يعني بالشهر التاسع بالشهر الثامن بكون ما شاء الله ما بده يروح يلعب فطبل مثلنا هلا، بكون الشاب نازل البرازيل معنا البرازيل برا، فبكون كل شيء تمام. طب هل ممكن كمان المرأة المرضعة بفترة الرضاعة انها تصبغ شعرها ولا ما ممكن بيأثر نهائيا؟ اي سيدة مرضعة يعني بعد الولادة ورضعت ابنها شهر شهرين ثلاثة تصبغ عادي، ما بيأثر، ما دخل في هالموضوع هيدا. وانا بشجع بعد الولادة أو قبل الولادة كل سيدة بدها تتباهى بجمالها، بده يجوا رفقاتها يباركوا لها، أمها حماتها خيتها هذا بده يجوا يباركوا لها، فبتكون بدها تكون في منظر جميل جدا أكيد. إنها تصبغ شعرها وتعمل لوك جديد لشعرها. ولكن بعد الولادة لا هذا قبل الولادة، إحنا بعد الولادة بنصح كل سيدة بالشهر الثامن بالسابع بالثامن بالتاسع إنها تقص شعرها لو 2 سنتي أفضل بقول، لأنه الولادة بتعرفي صعب جدا و مشكلتها جدا للست لما بتولد، فبتكون هي تقص شعرها لو 2 سنتي 3 سنتي اللي يضلوا شعرها بالاستمرارية كتير حلو. بالآونة الأخيرة مسيو خليل صرنا نسمع إشاعة، يمكن هي أنا هيك بتخيل، إنه من كتر ما إذا كتير بتصبغي بيطلع لك شاب، هذا الحكي صح ولا؟ هو لهلأ العلم يعني نحكي عن الشاب شوي، الشاب وراثي، الشاب خوفي، الشاب نقص مادة الميلامين في الجسم موجود. أما في كتير شباب عمرهم 16 سنة و17 سنة بتلاقي عنده هالسوالف، هذا شعره كله أبيض أبيض، نقص مادة الميلامين اللي بتكون موجودة في هالجسم. أما الصبغة إذا استعملت بطريقة صحيحة 100% بالهايتلايت والخصل والسلايت والجريزيلايت ومشتقات الألوان كافة، نسبة المقاييس موجودة جدا عند الكوفير وخبير التجميل، يعني هذا الناس شعر طويل بدنا نحط مثلا تيوب صبغة، بدنا نحط 60-40 سي سي، نحط اكسجين، نحركهم، نشوف هالمادة دابت فيها الصبغة هاي في هالجون اللي بنصبغها، فبيطلع الشعر كتير حلو. كتر الصبغة هلا ما في ست عم تصبغ شعر وشعرين، يعني السيدات عم بيصبغوا، أكترية السيدات عندما يطلع الأبيض بالشعر بيطلع روتس، نعمل لها روتس، ولكن ما بنصبغ احنا بها الشعر، لونها بضله محفوظ لقدام 4-5 شهور، بنقول هلا شو رايك نغير لك هالكلر كامل لإلك اجمل لإلك. فاحنا باستمراريه عندنا لكم في يعني زبوناتنا والسيدات اللي عم بتابعونا هلا، عندهم عندنا نظام معين على الكمبيوتر، انت صبغتي بالشهر 15/10 عندك ب 15/11 صبغه عندك روتس، ب 15/12 عندك روتس كمان، بعديها ب 15/1 عندنا صبغة للشعر كاملة. فبنعطي احنا نظام معين للزبون لكي هي تستفيد، يضل اللون عندها ثابت برقم اللون وقديش حطينا نسبة اكسجين لها لكي يطلع اللون كتير حلو ست نسرين. طيب مسيو خليل، هلا احنا حكينا انه شاب له الوان معينة ممكن ولون ودرجة معينة من الاكسجين او رقم معين للشاب. هو الالوان الداكنة لو حطينا احنا اجت زبون بتصبغ شعرها اسود وعندها ابيض، مفهوم
2 3 4 5 يعني الالوان بدك نقول يعني نحكي بطريقه علميه افضل من هيك للزبون اللي جاي، نقول 301 302 303 نقول 1 2 3 فهمتي علي كيف؟ من واحد اسود غامق اسود زيرو يعني واحد على زيرو اسود مزرق شوي، الاسود المزرق دائما بكحل شوي يعني ما بعطينا اللون، بعطينا اللون لاسبوع اسبوع اسبوعين ثلاثه بالشمس بتلاقيه مثل النيلي هيك، ولكن الاسود الغامق اللي هو الواحد عم بعطينا شوي، اثنين افتح منه، الثلاثه افتح منه، فاحنا بنتمشط على لما بنمشط بنشوف طبيعه الشعر ايش اخذ الالوان الكالر الموجوده فيها، فاحنا بننصح كل سيدي بتستعمل رقم ثلاثه مثلا عندها رقم ثلاثه تسبك شعرها، طلع الشيب شوي، الشهر هذا طلع شوي سنتي، لانه بتعرفي احنا علميا اعزائي المشاهدين انه الشعر عم بنبت 8 ميلي في الشهر، 8 ميلي يعني سنتي عم بنبت، فلما احنا هالسنتي هذا عملناه روتس ما باخذ منك اقل من ربع تيوب، وبتعملي فروه هالشعر وهالرنس لإلك او نعمل الروتس بطريقه علميه افضل نقولها، ولكن بعديها بصير يطول اكثر، بعديها بصير يطول اكثر بعديها، فمن هون جبنا ل 12 شهر بكون الشهر الشعر قديش طوله؟ بكون 12 سنتي، ف 12 سنتي نغير اللون، اذا ست حبت دائما تغير الالوان، واحنا بننصح السيدات واعزائي المشاهدين وزبايننا اللي بتراجعونا في مركز خليل السيد كمان انه احنا عندنا برنامج تام للكيميكالز، يعني بنعرف بنقول للزبون شو رايك تعملي بالحرير افضل، تعملي بالسلك احسن، تعملي بالاعشاب احسن، هذا شعرك هيك بتقطع اذا حطينا عليه اكثر، اعملنا كذا، لا لا ريحي شعرك اليوم، اعملي شعرك افضل، بلاش نعمل اليوم تمليس وصبغه، لا 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 نعمل التمليس اليوم بعد اسبوع اسبوعين بعد اربع ايام ثلاث ايام اربع ايام لنقدر نعمل لوك لشعرك اجمل من هيك بكون، بلاش نضل نستشفر الشعر يوميا بالكهرباء واللايت ونقول المشتقات السشوار عم بتضر الشعر يوميا، فهمتي علي كيف؟ فهذا ان شاء الله معك اسئله قيمه جدا وان شاء الله رايح ست نسرين نوجه لاعزائي المشاهدين ويلا للبرازيل مع ميسيو خليل. الله يخليك. معنا اتصال آية. ألو. ألو صباح الخير. صباح النور حبيبتي، كيفك؟ الحمد لله، كيفك نسرين؟ أهلا وسهلا فيكي. والله ما شاء الله كثير منورة، أنا والله كنت ما بحب البرنامج إنه يعني ما بتابعه كثير، بس من وقت ما طلعتي أنا صرت أتابعه كل يوم. تسلمي كلك ذوق، تسلمي. بس كنت بدي أسأل ميسيو خليل صغير. تفضلي ستي، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. كيف انا بالرياضه اليوم هيك بهالشماغ وبالترنج منيح تمام مجهز حالي يعني. تفضلي. بدي اسالك. تفضلي. انا رموشي كثير يعني مش مبينات، يعني يا دوب اربع خمس رمشات وشقر. اربع خمس رموش. عدي لك اياهم. حتى المسكار يعني ما بتزبط عليهم. فانه يعني ايش بتنصحني اعمل؟ اذا عندك تحت او يكتفوا. طيب هلا بنحكي انا ونسرين على الموضوع هيدا، وبشكر اتصالك كثير كثير وخليكي معي مشان تتابعيني تاخذي الاجابه من عندي. احنا حكينا بالحلقات القادمه انه الايلاينر كثير كثير ممتاز اللي هو البيرمان دبل بلاكي، لما بدي اركب لك اربع رموش اربع رموش. بدي اجي اركب الرمش الطبيعي لاربع رموش ما ببين لانه الباقي الرموش ما لهم مجال ان اركبهم، فاحنا بنعمل على اظهار جمال العين وعلى اظهار تكبير العين وتكون العين بتحكي وتتغنج العين وتدلع العين، بنقدر احنا نعمل لك خط ايلاينر بيرمان دبل فلاكي شعره بشعره وبرجع رموشك كثير كثير حلوين، ورجعيني في مركز خليل السيد للتجميل وانا تحت امرك ان شاء الله بسهل عليك العمليه هاي وتكرم عينك. معنا اتصال اخر. ناديه. الو صباح الخير. صباح النور. ميسيو خليل كيفك؟ الله يسعد صباحك، وين غيابك يا ناديه؟ من زمان ما سمعت صوتك. منور ما شاء الله. الله يخليك يا رب. مع نسرين كمان. مع نسرين كمان. الله يخليك يا رب. الله يخليك. ما شاء الله منورين الشاشه. الله يخليك. بدي اسالك ميسيو خليل. تفضلي يا ستي. هلا بعيد عن الرياضي يعني بالتهميل بدي اسالك. يا ستي احنا دائما رياضيين ومتحمسين بقياده جلاله الملك ان شاء الله. الله يا رب يديمه على روسنا. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. بدي اقول لك انا شعري في كم من لون صبغه زي لون قوس قزح.
فأنا بدي أعمل له سحب لون، يعني ترى هذا سحب اللون بتعب الشعر ولا في عندك مادة اللي يعني تخلي الشعر كله حيوي؟ سؤالك كتير كتير، وإن شاء الله زي ما قلت في بداية حلقتي الأولى اليوم نسرين متحمسة والله وعندها أسئلة شايف هذه يعني تقول جريدة رايحة تحكي لي اليوم، الله يوفقها يا رب. بالنسبة لسحب اللون غير عن الصبغة نهائيا، سحب اللون للفاتح إذا عندنا شعر أسود شعر غامق شعر كذا بنقدر نسحب اللون، بس سيداتي أعزائي المشاهدين صبايا سحب اللون بضر الشعر، بعمل تكسير للشعر، بس في مواد أخرى طبية نقدر نحافظ على سحب اللون. يعني إحنا جينا بدك توحدي لون شعرك، أنت بتقدر تسبغي لون مثلا شعرك ثلاثة بنقدر نعمله أربعة، شعرك أربعة يعني إحنا بنحكي على النمبر، بني فاتح بنقدر نعمله بني غامق بني كذا، بنقدر نوصل لدرجة اللون اللي بدك إياه أنت. فعملية سحب اللون بتعرف عملية سحب اللون عملية كتير، إحنا من المزينين وخبراء التجميل عندنا في الأردن لما بنحط كيميكال وبلوتيفيز وأكسجين وبدنا ورق وبدنا شغلات من الوضع هيدا عم تعمل على تكسير اللون. فإحنا بنقول إلك ست نادية إنك أنت أول إشي اسبغي شعرك، بعدين اعملي بالتفتيح درجة درجة درجتين بنصل لها الملحوظة هاي. وبشكرك نادية وأنت صديقة البرنامج وكل الاحترام لإلك، وبدي بكرة سقفة للمنتخبنا منتخب. إن شاء الله للنشامة عنا إن شاء الله. شكرا. إلك نادية. ومعنا اتصال آخر. نادية ألو إسراء. ألو إسراء. خربت. ألو. أهلا وسهلا إسراء. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك، تفضلي. بدي أتواصل مع مش خليل. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك، وهي نسرين معي، يلا تفضلي. يعطيك العافية. الله يخليك يا رب. مش خليل بدي أسألك، أنا عندي تشققات بمنطقة البطن. نعم. الستريتش مارت نقول عنه، يعني بلاش نقول تشققات او شيء هيك، الستريتش مارت من البطن، بس اذا كان